ست فحوصات طبية يجب على المرأة إجراؤها بعد سن 40. تزداد حاجة المرأة لإجراء فحوصات طبية بشكل دوري مع بلوغ سن 40، وذلك لتجنب الإصابة بالأمراض المختلفة والتي تتزايد في الغالب بعد مرحلة انقطاع الطمث، وهو ما أوصت به منظمة الصحة العالمية في العديد من تقاريرها. فحوصات عنق الرحم: تنصح المرأة المتزوجة أن تقوم بهذه الفحوصات مرة كل عام، حيث تساهم الفحوصات المبكرة في السيطرة على أي إصابة تهدد صحة المرأة وتؤثر على سلامتها الإنجابية. فحوصات كثافة العظام: تتعرض المرأة بعد مرحلة انقطاع الطمث إلى العديد من الأضرار الصحية، وعلى رأسها الإصابة بهشاشة العظام وألام المفاصل بسبب نقص هرمون الأستروجين في الدم، لذا ينصح الأطباء بضرورة إجراء فحوص كثافة العظام قبل الوصول لمرحلة انقطاع الطمث، وتحديدا بعد سن 35 للحفاظ على صحة العظام. فحوصات الثدي: تعد من أهم الفحوصات التي تبدأ من سن مبكر قبل 30 لدورها الفعال في الاكتشاف المبكر للمرض، والذي يساعد على شفائه بشكل كبير. وهناك طرق عدة لفحص سرطان الثدي، منها الفحص السريري الذي يجب على المرأة العشرينية والثلاثينية القيام به كل 3 سنوات. قياس نسبة السكر في الدم: يؤكد الأطباء أنه بدءا من عمر 45 يحتم على كل امرأة قياس نسبة سكر الدم مرة على الأقل كل 2، وتزداد أهمية قياسه في مدى أقصر من ذلك في حالة الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم أو وجود تاريخ عائلي لإصابة بالسكري.